عاوزين نكلم الفيديو بس. طب عايزين نتكلم فيديو بقى يا ابني، وانتوا عسل، ربنا يخليك، ربنا يحافظ عليكم وفيكم شر طريقكم. يعني تنزل تنتخب ليه؟ جاي انتخب عشان مصر تبقى حلوه، عشان بلدنا تبقى حلوه، والشباب اللي زيكم تبقى زي الورد تشتغل. جايين عشان كده وابني يشتغل. هذا اللي احنا جايين. شايفه نسبه الاقبال في النهارده كويسه؟ كويس والله، وزي الفل، واخلاق عاليه، ومفيش بعد كده، وحاضر ونعم وزي العسل. ان شاء الله ربنا ينجحهم ان شاء الله. طيب انت نزلت تنتخب ليه؟ نزلت تنتخب ليه؟ انتخب ليه؟ عشان الشعب المصري.